تثقل مرة وتخف مرة أخرى، وكأنها لغة للتواصل. يطبع الهاشمي بن ميرا بأطراف أصابعه النحاس ببصمة جمالية ترافية تنم عن موهبة سقلتها السنون. تعلمتهم على السيد هذا محمد زور الله يرحمه، هو فاسي، هو اللي علمني الحرفة هذه. تعلمت عليها هكذا، نرفد من راسي ونختم من راسي، ما عنديش قباري ولا عندي حاجة، هكذا علمنا الله يرحمه. النقش ما لازمش يتبدل ولا يتغير، يقعد هو هو. دونك الحاجة اللي تغيرت هي الأشكال اللي غيرت. هي الأشكال إيه، لكن النقش يبقى هو هو. كما هذه شوفي. هذه الشغل هنايا كاين سلطان، هنا غزالات، ها ملك زوج غزالات، هذه واقفة، هذه قاعدة، هذه سبتة، هذه تاع السلطان اللي ديرها زمان السلطان، هذه كاين كيما هذه كيما هذه، شوفي هذه هذه هكذايا، هذه كان هذو يديروهم من لهنا تاع السلطان كيف كيف، هذو كاع عندهم معنى، كل نقش عنده معنى. ومنين جاي هذا النقش مثلا تاع السلطان المخير؟ هذه في الحقيقه من عهد الدوله العثمانيه اللي جات وجات حتى لهنا، جاب هذا سي محمد زور الله يرحمه، هو اللي جابها ورفدت عليها انا يوم. باحساس الحرفي الفنان المتشبع باصول الصنعه، يتحدث محمد معلم رفيق درب الهاشمي بن ميرا عن الرسوم المنقوشه التي تعطي لكل قطعه نحاس زمنها التاريخي. احنا بقينا زوج برك في هذه القصبه اللي كاسبين هذه الصنعه، يعني احنا نطلبوا يعني حبي يقول هذا ماشي حاجه اللي تطلب اشياء واشياء واشياء، تطلب شويه امكانيات، تطلب اراده، تطلب كذا، هالشيء انا نقول يعاود يحيى. هذا يمثل يعني يحب يقول يمثل الأصالية تاع لالجيروا، هذايا حنا نقولوا كما يقولوا مثلا نقولوا باللغة الفرنسية سي ضارب موراسك، يعني هذا أصله تركي، هذا أصله تركي، منها مخلط مثلا يكون التصويرة راهي هنايا لداخل مخلط بالفارسي سي جي بيرسون، هذا يعني يحب يقول أشياء، وهذا الشيء هذايا ما يتواسب كغط ما يتواسب، يعني الانسان كي ترفدو عنده قلم في يده، عنده مترقه فقط ويدير هاد الاشياء هذه، يعني يحب يقول ماشي تصوير ولا يعني لا، هذا يعني الصنعه تنعطى ديريكتومون للانسان. هذا الباتريمون ما نجمش انا وحده نصوفيه، انا ما عندي حتى ما عندي حتى قدره، انا انسان حرفي ما عنديش يعني كيفاش نقولوا حنايا ذاكره، ما عنديش القوه باش يعني هادشي، انا ماذا بيا كون نصيب هنايا، والله ماذا بيا كون نصيب ندير واحد العشره يتعلموا هنا. الحفاظ على هذا التراث وهذه الحرفة من الزوال هو اليوم مهمة تقع على عاتق هذا الشاب وأقرانه. احنا نخدمو تما الخدمة القديمة، لونسيان طون، ما نحب نسوي ندير الخدمة القديمة. شنو هي الخدمة القديمة؟ الخدمة القديمة تما تاع النحاس تاع العثمانيين تاع زمان.
يعني انتم مازالتم محافظين على الشعب كامل. كلش باليد تما، حنا عندنا هنايا كلش باليد تما، نخدم خدمه اللي كانوا يخدموها تما زمان، ما كاين ني تور ني ماشينه ني تما، مارطو وسيزو ونخرج ونبدع منهم تما حوايج بزاف كيما هاو هو. وجيب عنده حوايج جدد، مش انا وريتهم له، ما راسو خرجهم هو دار حوايج جدد، انا وريت له فابريكا شي يخدم هو ولا يعني. فاتني في صنعاء. لازم يكون عنده ذوق، لازم يكون ذواق فنان باش كما نقولوا حنا يفهم. يفهم بالحاجة في الفن بور دومان، ماشي غير في النحات وكذا، الفن حاجة القديمة كاع تما فيها حاجة، فيها شغل كيما نقولو حنا، حاجة يخدموها من قلبهم، خدومة بليد. يخرج البابا ومني يخرج صح، كيما انا تعلمت على بابا كيما انا قلت ما نعطيها لوليدي، نعطيها كانت اللي جان واحد اخرين دراري اللي حبوا يتعلموها، ما ماشي نبخل تما غير على العائله نبدا كانت